وإلى ذلك عقد أبناء قبيلة خاشد لقاء قبليا موسعا استنكروا فيه الاستهداف الممنهج للعدوان السعودي لمنزل اللواء الشيخ المرحوم مجاهد أبو شوارب بمديرية ذيبين خارف في عمران. وأكد أبناء قبيلة خاشد على استهجانهم للجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني. لا يزال طيران العدوان السعودي يعيد الخراب والدمار بأرض اليمن، حيث استهدفت مقاتلات العدوان في 8 من أكتوبر الجاري منزل اللواء الشيخ المرحوم مجاهد بن يحيى أبو شوارب بمديرية خارف محافظة عمران ب6 غارات خلفت دمارا كبيرا في منزل الشيخ، في دليل واضح على عنجهية وتخبط العدوان السعودي على بلادنا. الذي نستنكر العدوان الذي قام بضرب منزلنا الكائن في ليبي خارف، وندين ونستنكر ما قاموا به بضرب الصارة الكبرى، وهذا العمل لا يفعله إلا الجبناء. لا هو مخازن أسلحة ولا هو مناطق عسكرية، هذا سكن، ولكن لا نامت أعين الجبناء. استهداف العدوان السعودي لمنزل الشيخ مجاهد أبو شوارب دفع أبناء قبيلة حاشد لعقد لقاء قبلي موسع انطلاقا من مبدأ الوطنية التي يعرف بها أبناء القبيلة، والإعلان عن شجبهم لحادث استهداف منزل الشيخ الذي كان متزامنا مع استهداف العدوان السعودي للقاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء. نرسل رسالتنا بأنه أخفق أخفق أخفق، وها هي أبناء قبيلة حاشد البطلة الوفية العريقة تساند هذا الشخص الذي يعد في نظر الأمة اليمنية مسارا حقيقيا للتوحد، ومسارا حقيقيا للجمهورية، ومسارا حقيقيا للديمقراطية. فنقول اليوم حاشد ملتمه من سابق وسوف تلتم حاليا، وحاشد قدمت ولا زالت تقدم الشهداء. حضرنا كقبيلة حاشد من أقصاها إلى أقصاها، حضرنا نستنكر العدوان ونستنكر استهداف المنازل والبيوت واستهداف الناس الآمنين في صالات العزاء وفي دورهم واستهداف المدنيين في كل مكان. وحضورنا اليوم تعبيرا عن هذا الاستنكار لهذا العدوان الغاشم واستهدافه لكل المنشآت المدنية ومقدرات الوطن، ومما يدل على أن هنالك حقد دفين على كل اليمن وكل اليمنيين. أبناء قبيلة حاشد أصدروا بيانا استنكروا فيه قصف مقاتلات العدوان لمنزل الشيخ مجاهد أبو شوارب الذي يعتبر هامة وطنية واجتماعية كبيرة ورمزا وطنيا يفتخر ويعتز به أبناء اليمن، والذي كان له أدوار كبيرة في ترسيخ النظام الجمهوري والوحدة اليمنية المباركة، إلى جانب الكثير من الأدوار السياسية والاجتماعية التي اشتهر بها المرحوم الشيخ مجاهد أبو شوارب. كما ندعو الشعب اليمني بكل أطيافه إلى التصالح والتسامح ووقف الاقتتال الداخلي وتوحيد الجبهة الداخلية ولمواجهة العدوان الغاشم، وبذل الأرواح والأموال في ميادين الشرف والإباء فداء لليمن وشعبه العظيم الصامت. اللقاء القبلي الذي عقده أبناء قبيلة حاشد دعا المغرر بهم للاستفادة من قرار العفو العام، ودعا الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتهم تجاه ما يعانيه أبناء الشعب اليمني ووقف العدوان السعودي على بلادنا. لم يكن يحوي أي مخازن أسلحة، ولكن العدوان السعودي على بلادنا استهدف منزل الشيخ مجاهد أبو شوارب حقدا على القبيلة اليمنية وحقدا على قبائل حاشد. من مديرية ذيبين خارف يحيى الحبابي، اليمن اليوم. بالمثل